ولنقاش ملف انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ومواصلة تصعيد أنشطة الاستيطان. ينضم إلينا عبر الهاتف من الضفة الغربية المحتلة الصحفي والمحلل السياسي محمد القيق. أهلا بكم سيدي. أهلا بكم. كان المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة طالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات ضد الكيان الصهيوني ومحاسبته عن عمليات تدمير منازل الفلسطينيين والحد من تصعيد أنشطة الاستيطان. ما مدى فعالية هذه المطالب على أرض الواقع؟ حقيقة لا فعالية لهذه المطالب إن لم تسند بإجراءات رسمية، خاصة أن السلطة الفلسطينية تمتلك الآن أوراق قوية لدى محكمة الجنايات الدولية، لدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة التي باتت السلطة عضوا فيها. لذلك هذه المطالبات أو المناشدات ستكون في الجوارير وعلى الرفوف، ولن تكون ذات جدوى إن لم تدعم من خلال دول قوية أو من خلال تقديم منطقي وقانوني ورسمي من قبل السلطة. هذا يعني أننا عدنا للمربع الأول الذي فقط فيه نخرج البيانات ونصدر البيانات ونستجدي دون حقائق، وما حصلنا عليه من امتيازات دولية يبدو أنه سراب، لأن اتفاقية أوسلو تعطي الاحتلال الإسرائيلي السيطرة الإدارية والأمنية على مناطق سي، أي مناطق جيم، وهذا في المعادلة الفلسطينية الإسرائيلية يشكل 65% من أرض الضفة الغربية، أي أن الاحتلال الإسرائيلي يستطيع أن يسرح ويمرح ضمن اتفاق أوسلو سيء الذكر الذي وافقت عليه منظمة التحرير. لذلك هذه المناشدات إن لم تكن واقعية وتسند بأمور رسمية قانونية و بقوى دولية وإقليمية لها ثقل ستكون فقط عبارة عن خجل سياسي أو محاولة لإبراز أنها تقوم بدور معين. إلى جانب هذه الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال على الأرض، هناك انتهاكات إنسانية أخرى قد يكون منها القرار الذي تم الإعلان عنه بتمديد السلطات الصهيونية للعزل الانفرادي للأسير الفلسطيني الشيخ رائد صلاح لمدة 6 أشهر إضافية. كيف يمكن تفسير استمرار الاحتلال بسجن الشيخ رائد صلاح؟ مما لا شك فيه أن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل عام 48 هو قطب ورمز مهم لحماية المسجد الأقصى المبارك، وكان قد عرض عليه وعلى الحركة الإسلامية في 2015 عندما تقرر الحظر، كان عرض عليهم أن يتخلوا عن الإسناد للمسجد الأقصى مقابل الشرعية التي استمح لهم، إلا أنه رفض لأنه صاحب مواقف، وبالتالي الشخصية الكاريزمية المؤثرة للشيخ رائد صلاح بالنسبة للمخابرات الإسرائيلية والسياسة الإسرائيلية يجب أن تختفي دائما، إما بالعزل وإما بالاعتقال وإما بالتهديد وإما بالحبس المنزلي. لذلك هو واصل هذه المسيرة وقال للاحتلال الإسرائيلي أننا سنبقى ندافع عن المسجد الأقصى المبارك وإن اعتقلنا فستبقى الفكرة قائمة، وهذا ما لم تنجح به قوات الاحتلال من لجم الشيخ رائد صلاح والحركة الإسلامية وحتى المقدسيين في القدس المحتلة، وما كان من ثورة البوابات إلى دلالة واضحة على أن العزل للشيخ أو التقييد لنشاط أهل الداخل أو القدس لن يجدي، لأن صاحب الحق دوما يسعى لنيله ولو تعرض لأقوى آلات البطش والعربدة والتنكيل والعزل. سيد محمد، تحدثنا من الضفة الغربية المحتلة، وكان هنالك اليوم خبر عن وفاة مسنة فلسطينية بعد إصابتها بحالة هلع إثر اقتحام جيش الاحتلال لمنزلها. إلى أي مدى يتأثر السكان بمثل هذه الانتهاكات الممنهجة لبيوتهم ومنازلهم؟ نعم، الاحتلال الإسرائيلي هو من خلال عمليات الاقتحام للمنازل يسعى لمعادلة الترهيب القوية التي يراد لها أن تسيطر على الشارع الفلسطيني. الاعتقالات، المداهمات، إطلاق الرصاص وإطلاق قنابل الغاز، كذلك إطلاق الرصاص الحي، نحن نتحدث عن
شهريا يسقط ما بين شهيد إلى 9 شهداء فقط في عبر الحوادث العسكرية كما حدث قبل يومين عندما تم ملاحقة العمال بالقرب من حاجز ترقوم في جنوب الضفة المحتلة، وكذلك المطاردة للعمال، اقتحام المنازل، حالة الهلع التي تحدث في خلال الاقتحام، استخدام الكلاب البوليسية حيث يتعرض العديد من الفلسطينيين للإصابات نتيجة هجوم الكلاب البوليسية عليهم أثناء الاقتحام، أيضا في القدس المحتلة هذا تنكيل آخر وقوي وشرس من قبل الاحتلال. لماذا؟ لأنهم يستخدمون هذه العربدة والبطش كي يكون لديهم قوة الردع التي هي موجودة أصلا في العقيدة اليهودية التي تقول بأنه إذا أردت أن تسيطر أردع وأعطي قوة مفرطة في الردع كي يخاف من أمامك، وهذه عقيدة يتعلمها حتى الجند الإسرائيلي في داخل المعادلة العسكرية الإسرائيلية. شكرا جزيلا لكم الصحفي والمحلل الفلسطيني محمد دلقيق، حدثتنا عبر الهاتف من الضفة الغربية المحتلة.